ما هذا الموقف النبيل؟ من يصل لهذه المرحلة ويكون بهذا النبل وبهذا يعني التعامل؟ احنا تفاجأنا وكل العالم العربي تفاجأ من هذا الموقف، يعني مسابقة كبيرة ونهائيات وتأهل وسيدة عظيمة شاعرة تصل لهذه المرحلة وتقدم منافس لها عليها. كيف؟ شكرا جزيلا لك على هذه الكلمات الطيبات يا ريم. المعلقة كانت تجربة أعتقد أنها ختامية ربما تكون في علاقتي بالتسابق على هذا النحو بالشكل العام. جاسم صديق عزيز وأخ أكبر وأستاذ لجيل كامل من الشعراء وهو شاعر كبير، أعتقد أن أجمل ما وقع لي في هذه التجربة التي دعاني هو شخصيا وألح علي للمشاركة بها هو أنه قد أتيحت لي فرصة أن أتنازل له. هذا شرف كبير لي، وكنت أعرف أن هذا التنازل سيقوده للتتويج ليفوز بلقب شاعر المعلقة وليكون الفائز الأول، وارتضيت ذلك عن طيب خاطر بالفعل، وما زلت سعيدة بالظرف الذي هيأ لي هذا الموقف. وإحنا جدا سعيدين بهذا الموقف النبيل، وأنت بالنسبة لنا فائزة بهذا النبل وبهذا الكرم اللي فيك وهذا رد الجميل بكل لطافة. خليني